وحول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وثق لنا مراسلنا هناك دخول القوافل إلى القطاع وعد لنا الرسالة التالية. الآن متواجد في معبر رفح البري في مكان دخول المساعدات، نتحدث عن استعداد عشرات الحافلات لكي تدخل إلى قطاع غزة بعد قرار بإدخال 100 شاحنة يوميا. أنا الآن في معبر رفح من الجانب المصري، هناك استعداد لتفريغ الشاحنات من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني لدخولها إلى قطاع غزة. هذه المساعدات محملة بالدقيق وبعض المستلزمات الطبية والمياه وأيضا الأغطية والمساعدات اللازمة، ولكن نذكر بأن كمية هذه المساعدات حتى لو دخلت كل يوم 100 شاحنة لا تغطي احتياج القطاع، لأن قطاع غزة يحتاج إلى يوميا إلى 500 شاحنة في ظل القصف وفي ظل الدمار الذي لحق في قطاع غزة. هناك محاولات حثيثة ومباحثات لإدخال المزيد من هذه الشاحنات، خصوصا الشاحنات المحملة بالوقود لإشغال محطة الكهرباء وتشغيل المستشفيات وأيضا تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية، لكن حتى الآن عدد قليل من هذه الشاحنات هي التي دخلت إلى القطاع، وهناك محاولات مستمرة من الجانب الفلسطيني والمصري والأممي للسماح والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدخال كافة المساعدات الموجودة في الجانب الآخر. العمل جاري في هذه اللحظة في معبر رفح لإنزال وإدخال كل هذه المساعدات إلى الجانب الفلسطيني، ولكن لا يمكننا الدخول أو الوصول إلى المنطقة التي يمنع الوصول إليها، خصوصا هناك يعني تغطية واستلام من هذه المساعدات من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين أونروا وأيضا الصليب الأحمر الفلسطيني الذي يشرف على عملية تفريغ هذه الشاحنات واستعدادها لدخولها إلى قطاع غزة. هناك استعدادات وأيضا إذن هناك شاحنات الآن تستعد لنقل والعمل على نقل العديد من هؤلاء المواد التموينية ودخولها إلى قطاع غزة. تحدثنا على موضوع دخول الشاحنات، وكان هناك في الإعلام أنه ممكن دخول 100 شاحنة، ولكن للأسف لم يتم لحتى الآن إلا استلام بالأمس 38 شاحنة، واليوم يتم التنسيق لباقي الشاحنات لباقي عدد 60 شاحنة، ولكن لم نستلم لحتى الآن إلا 13 شاحنة، لأن هناك مشكلة مع وضع صعب بالنسبة للإخوة في اليوان لعدم وجود شاحنات ووقود ومحروقات لها، فذلك يعد من أحد المعيقات الموجودة. ولكن موضوع الإعلام أنه دخول 100 شاحنة يوميا لحتى الآن لم يتم ذلك. تمام. نحن أخذنا قرار أنه سيتم تزويد مستشفانا وفرعنا في غزة مستشفى القدس بذلك، وأعتقد أن كل مؤسسة ستعمل ذلك، ولكن الآن نواجه مشكلة في موضوع الطرق وقطعها والشاحنات في تحركها، ولذلك هناك صعوبة جدا للوصول إلى الشمال وغزة.